اللي يقول انه صربيا ما فيها امان، صربيا فيها امان. هذا نمشي في الاسواق، نطلع في الليل، طبعا في اي مكان في الليل لا تطلع بعد الساعه 9، فما صار لنا امور يعني يخلينا احنا نقول انه صربيا ما فيها امان. كل حد في حاله يعني. اسعارهم اسعار جدا زينه، طبعا هنا في العاصمه شويه السعر اعلى عن المدينه اللي رحناها اللي هي نوفي ساد. اللي ما تابع المقطع يروح يتابع المقطع هناك، تتعرفوا على كل شيء موجود هناك، سواء كان الاماكن السياحيه او كان اسعار فنادق. حجز من البوكينج افضل شيء، اذا كنت مجموعه شباب حجز بيوت الشباب، اذا كنت مع المدام او العائله حجز فندق ممكن تحجز، لكن انصحك انك تحجز الفنادق اللي قريبه، الفندق اللي يكون في نص المدينه. مثلا احنا ساكنين في نص المدينه، ليش؟ لان نص المدينه فيها عده اماكن مزارات سياحيه ممكن تزورها، ممكن تزورها صربيا وقت المناسب يكون من شهر 4 تقريبا، شهر 5، شهر 6، شهر 7، شهر 8، من شهر 4 الى شهر 9 ممكن يكون وقت مناسب لشهر 5. طبعا التكاسي غالي واجد، فافضل انك تروح بالباصات، باصات واجد رخيصه، ارخص يعني اكثر عن نص قيمه التاكسي. اذا نتكلم على اكل، الاكل اغلب الاماكن ما حلال طبعا، وحاول تتجنب اكل اللحوم، وحاول تاكل الاشياء الخبز والجبن، هذا الاشياء مثلا والسلطات يعني كثر من هذا، لانه اللحوم عندهم طبعا ما فيها امان. هي دوله طبعا ما مسلمه، دوله ما مسلمه وقليل فيها المسلمين، فعشان كذا لازم تتجنب هذا الاشياء. عندك الصلاة، عندهم طبعا ماشي مساجد، في مسجد واحد في العاصمة وتصلي فيه اوكي، لكن بعدين لما تروح نوفي ساد ما حصلنا ولا مسجد، ممكن احنا ما بحثنا لكن ما فيها ترى. فحط جدول يكون قريب من الفندق عشان ترجع تصلي وتواصل بعدين مرة ثانية. فهذه من المشاكل اللي احنا واجهنا لها اللي هي الصلاة. تعامل الشعب الصربي تعامل جدا ممتاز، ناس في حالهم، لكن لما تروح عندهم فعلى طول يلبولك الخدمة، بس تراه ما يتكلموا انجليزي، يتكلموا صربي، بس نادر تحصل حد يتكلم انجليزي، فهذه هي مشكله من المشاكل. بس سهله طبعا، في برامج ممكن انك تترجم كلامهم بالصوت وبالكتابه تتعامل معاهم، فاحنا ما لنا عاقتنا واجد هذه المشكله، لان احنا كل شيء مسويينه احنا، عارفين خطتنا. يعني كم تستاهل صربيا انك تجلس فيها؟ اسبوع خلاص كفي، اسبوع ماكسيمم، لا تزيد عن اسبوع. ما انها ما حلوه، حلوه بس عشان ما تمل، في بعضهم يبغى يسترخاء يكون اكثر، بس انت اسبوع تقدر تغطي كل شيء، كل الاماكن. في اماكن احنا ما رحناها واجد، اماكن ما رحناها بحكم ان احنا جايين 4 ايام فقط، ما مطولين، بس قدرنا ان نغطي معظم الاماكن، فهذا شيء طيب. اللي ما تابع المقاطع طبعا يروح يتابع المقاطع السابقه انا قدمت فيها، فهذا بس تفاصيل عن بشكل عام عن صربيا.